في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بأن الوزارة بدأت صباح اليوم بتوزيع وحدات مشروع عراج الإسكاني وذلك مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك لتواصل جهودها كذلك يوم غد ثالث أيام عيد الفطر السعيد بتوزيع وحدات مشروع البسيتين الإسكاني. وأوضح وزير الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين أن مشروع عراج الإسكاني يشهد نسب إنجاز متقدم للغاية إذانا بتسكين المستفيدين، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء مكملا لسلسلة المشاريع الإسكانية المتوالية في مختلف مناطق المملكة والتي يتم تنشيدها ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25000 وحدة سكنية في خطة استراتيجية تنفيذا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40000 وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة. بداية أرفع خالص التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بمناسبة عيد الفطر المبارك. اليوم احنا في وزارة الإسكان نستقبل المواطنين لتوزيع وحدات سكنية ضمن مشروع عراض الإسكاني، وطبعا وزارة الإسكان تعمل في إجازة ثاني يوم عيد الفطر المبارك، وراح إن شاء الله نعمل غدا كذلك لاستكمال عملية توزيع الوحدات السكنية ضمن برنامج اللي أعدته وزارة الإسكان لتسليم 5000 وحدة سكنية اللي أمر فيها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. وزارة الإسكان طبعا تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ هذا الأمر، وإن شاء الله راح تتواصل عملية التوزيع اليوم وبكرة والأسابيع القادمة لحين ما نستكمل توزيع 5000 وحدة سكنية بالكامل. نشكر القيادة على هالمشروع الإسكاني وبارك لهم عيد الفطر، وأشكر وزارة الإسكان على هالعيدية، صراحة عيدية العيد عيدين صارت بالنسبة لي، وشكرا. سعيدين أن احنا استلمنا الوحدة السكنية ومشكورين، ونشكر جلالة الملك ونشكر ولي العهد ونشكر رئيس الوزراء، وإحنا واجد هذه المناسبة مناسبة العيد، صار لنا عيدين، عيد استلمنا الوحدة، ومبارك لكم بهذا الشهر الفضيل وهذه العيد إن شاء الله. تهني القيادة الرشيدة على العيد وما قصروا على عطونا الوحدة السكنية، ومشكورين وما قصرتوا حق وزارة الإسكان وحق كل من ساهم فيها. نشكر القيادة على الوحدة السكنية، وإحنا جدا سعيدين، فرحة العيد صارت فرحتين، فرحة العيد وفرحة البيت الجديد والحمد لله. شكرا على البيت، حب أشكر بابا حمد بابا خليفة بابا سلمان، شكرا على هذه الهدية الحلوة. حلة جديدة طرأت على مختلف مسارات جسر الملك فهد التي شهدت تزايدا لعدد الكابينات المفعلة والمحتضنة لطواقم بحرينية ذات كفاءة عالية ولديها القدرة الكافية على تسهيل إجراءات العبور أمام كل مقبل إلى مملكة البحرين من مختلف مواطن دول مجلس التعاون لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد. تنسيق ذو رؤى محددة رافق تلك اللقاءات التشاورية التي احتضنتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الجانبين البحريني والسعودي لتبسيط الإجراءات على كل مقبل مرحب به في مملكة البحرين من مختلف مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد. إجراءات الحمد لله يعني ها زي ما انت شايف سلسة يعني وما طولنا وجزاكم الله خير يعني وما قصرت، وإن شاء الله زيارة سعيدة إن شاء الله. والله الإجراءات ممتازة وفي تحسن دائما، وهذا ما بنأمله دائما من البحرين وشعب البحرين النظياف. كلمة بحق البحرين.
من أجمل البلدان اللي بشوفها بحياتي. تعظيم وإشادة وكلمة حق وضعت في مقام الجهود التي بذلت من قبل الجهات المختصة في مملكة البحرين، جهود وجهت نحو زيادة عدد الكابينات إلى 38 كابينة وزعت على 4 مسارات لتفادي الاختناقات المرورية من قبل مركبات الأشقاء الوافدين إلى البحرين التي قد يشهدها جسر الملك فهد طيلة عطلة العيد المبارك. والله إجراءاتكم صراحة حلوة، ويعني كدخول يعني صار أفضل بواجد من أول، وككباين وتحسنت أكثر. يعني أول يعني كان صراحة ضيقة، الحين تحسنت بواجد، وكل عام وانتم بخير البحرين. والله صراحة الإجراءات يعني من أروع ما يكون، وأنا يعني جيت من قبل وأشوف صراحة في تطورات خصوصا بالبناء وهذا والإجراءات صراحة، وبسرعة قاعد يخلصوننا ومبتسمين بوجيه المواطنين، والله يعطيهم العافية. وتبقى البحرين هي الوجهة السياحية المثلى التي تفتح ذراعيها لكل محب لبيئتها الرائعة وما تحتويه من مواقع ترفيهية تحاكي جميع الأذواق. ترحيب مستمر بضيوف البحرين القادمين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإجراءات ميسرة طوعت من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتوضع بين يدي من اعتادت على احتضانهم مملكة العز الخليفية دون معيقات تذكر. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.